صباح الخير على مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع. احنا معاكم النهارده من داخل قاعات الامتحانات واول ايام انطلاق امتحانات الميد ترم في كليه التجاره بجامعه القاهره. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، الكليه راعت كافه الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامه وصحه الطلاب ومنع التقارب والحفاظ على اجراءات التباعد الاجتماعي. طبعا في جولة للدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة لمتابعة انتظام امتحانات الميد ترم في أول أيام انطلاقها. طبعا الامتحانات هتتم على مدار الأسبوع ده بالنسبة لطلاب الانتظام، والبالغ عددهم حوالي 40,000 طالب. زي ما حضراتكم شايفين، في هدوء تام خلال أداء امتحانات الميد ترم في كلية التجارة بجامعة القاهرة. ننتقل مع بعض من قاعة لقاعة. طبعا هينضم لينا دلوقتي الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، هيكلمنا عن أول أيام انطلاق امتحانات الميد ترم. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة العميد. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفت الجامعة. كنا عايزين نتكلم بقى النهاردة أول أيام لامتحانات الميد ترم، عدد الطلاب، نظام الامتحان بيكون إزاي يعني يا دكتور؟ احنا عندنا امتحان ميد ترم بيتعمل للطلاب النظاميين، ودول عددهم بيتعدى ال 40,000 طالب. بنقسم الامتحانات 4 فترات في اليوم، بنبدأ الفترة الأولى تبقى من 9 ل 10، ثم بناخد ساعة بريك، ثم نبدأ من 11 ل 12،